فكرة اللي عملتيه رح يمر هيك بدون حساب. صحيح ما في عدالة على الأرض، بس في عبده. ايه في عبده، عبده الشام. مو أنا بنت رفيقك، رفيق عمرك، بيهون عليك تأذيني؟ تستي على عرضي وعلى شرفي وشرف بنتي، وقعدتي تتفرجي وتتشفي وأنا راكع عند رجلي لأبو حمزة. مو أنا، أنا ما دخل هذا الحكي، ما بتحكي ليها إلي. روح احكي لبنتك. فشرتي بنص عينك. بنتي شريفة وطاهرة، بس انتي اللي افتريتي وتجنيتي عليها. يلا، وانت منين جايبو هالحكي بقى؟ فكرة الرية لحد جوزك ابنها. الرية ما شايفتك الا شقفت خدامي، لا طلعتي ولا نزلتي. شقفت مرة رخيصة صغيرة بتركض لتعمل اللي بدها اياه بدون ما تسترجي تفتح تمها ولا حرف. خلاص فشلت، فشلت انت وياها. درية رح تصير حماتي غصب عن راسها، اذا مو بكيفها غصب عن راسها. طمنيني عنك، كيف صرتي؟ ان شاء الله منيحة. كيف بدي يصير يعني؟ ما فهمت. لا انت فهماني قصدي. لا والله ماني فهمانة. ها ايه ايوه هلأ فهمت شو قصدك. ايه لا تخافي، ما صار شي، ما خليته يمس شعرة من شعراتي هالابن الحرام. بدور تطلعي فيني منيح وخففي لي اياها للجذبة. عبده لو كان فايت يعتدي عليكي ما كنت طلعتي صاغ من بين ايديه. ايوه والمعنى؟ المعنى حبيبتي انه بدي اياكي تحكي لي السيره كلها. في شيء انا مالي فهمانته وبدي افهم. شو هو هذا اللي بدك تفهميه يا خانو؟ هي السيره وما فيها، كل الخلق صار الدريانه فيها. الزلمه اجى هالابن الحرام ليتعدى علي ويبهدلني ويفضحني قدام الخلق. قمت انا صرخت بعلى صوتي ولميت عليه كل الخلق. اي والله وصلت صوتي لسابع السماء. خلصت السيره. عن جد؟ اي والله الدنيا كلها لو فاتت لحتى تبعده عنك ما رح يقدروا. انتي وحده كذابه، يا اما هو فعلا اخذك يا اما اصلا ما كان فايت لحتى يعتدي عليك. خطر بحياته قلت لي. لك ان شاء الله الهي ما بيتوفى، ان شاء الله الهي بتلاقوا ما بمالكم ورزقكم يا قليل الشرف. طبطبي يا حرمه، طبطبي ورشاي على بيتك. يلا لك شو بدك يا الضباب؟ لك شلون؟ الله لا يوفقكم، الله لا يسامحكم. لك يلعن الساعه اللي اجيت فيها على هالحاره. الله لا يسامحكم يا اهل حارتي يا صالمين.
ابو احمد اتطوعوا باولادكم، نط على البيت جيب حرمتك، خلي تساعد الحرمه، مصابه كبير. يلا مو على راسي، يلا الله يوفقكم، الله يوفقكم. ضربونا بيتنا. اللي حكيتيه حاعتبر حالي ما سمعته. مطرحك مو هون يا خانم، رجعي على بيتك. ليش عملت فيني؟ ليش؟ ليش هيك عملت فيكي؟ ليش شو عملت؟ لا انت فهمان علي كثير منيح. هي العريقة فعلفان. الله يوفقكم، الله يوفقكم، غرب دميتي، الله يوفقكم، الله يوفقكم. شو عم تستنى يا ابو صبحي؟ جناب العادل اعطاك امر، شو مستني؟ هاي المسؤولية رح تحملها معك طول عمرك. فرمان من الوالي وصل لعيدك قبل التنفيذ وما اخذت فيه. يا ابو حمزة هذا فرمان. انا شو حكيت؟ الفرمان مزور ملعوب فيه، نفذ الاعدام. معناتها منبعت عسكري على الحكم دارية لحتى نتأكد. وهيك ما منعارض جناب الوالي، ولك التنفيذ أصلا لازم يكون صار من حصة. ولك شو مستني يا طبعات؟ إذا ما بتلبس فورا أنا لها أتصرف. نزلوا. يوز باشي، ما سمعت شو عم قل لك؟ نزلوا وإلا بعلقك مكانه. أمرك سيدي. حياتها ما صارت واحد ينزل من حبل المشنقة. لك شو وصل حسن للوالي؟ أنا ما بعرف مين وصل حسن للوالي، بس على ما يبدو مظلمة هذا الرجل كبيرة، حتى الله نجاه من حبل المشنقة. بس هذا زرباوي، زرباوي اعتدى على حرمة. هاهاو أبو حمزة هاهاو، بدك تعترض على أوامر جناب الوالي؟ لا أعوذ بالله، شو اعترض؟ بس يعني أنا افتكرت حالي دفعت مبلغ محرز. يعني شو قصدك أبو حمزة؟ يعني أنا ما دفعت كل المبلغ مشان أخذ هيك نتيجة بصراحة. ها أبو حمزة، لو واحد غيرك يحكي هيك كلام بقص لسانه. أبو حمزة، مبلغ اللي دفعته ما بيسوى قعدتي عندك هون، ومن هاللحظة بتعتبر. طول بالك، طول بالك يا جناب المتصرف، طول بالك. نحن عم نحكي هيك من باب الصحبة، فضفضة يعني. نحن عم نهز الورد. تعرف ليش أنا عم أقول هيك؟ لأنه عبده هذا واحد زرباوي، يعني ممكن يأثر على شغلنا لقدام. ليش شو دخلوا؟ شلون شو دخلوا؟ عبده قبل ما يشتغل عربجي كان يشتغل مشلح، هو وعصابة يقطعوا الطريق على الحمال، ياخذوها ويبيعوها. ويبدو مثل ما سمعت إنه حن لعادته القديمة.